أك بعيد على الله، ما تكذبش على نفسك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أنت حبيت تخلق قانون واحد آخر باللي من أعرض عن ذكري يقدر يعيش مليح، ما تعيش مليح، ماكش عايش مليح، راك تضحك ضحكة مزيفة وحدك، ولو كان تجبدوك في وسط صحابك تضحك وتقصر وكذا ما شاء الله ودرنا ودرنا، وانت لا صلاة لا صيام لا والو، ومن بعد كان يجبدوك نحطوك وحدك تجي تغمض في الليل تبدا تفكر مانيش مليح، مانيش في طريق مليحة، راني رايح نخبط في حيط، راني رايح نخرج في طريق مظلمة، راني تخلص عليا حبس اوفر دوز، تخلص عليا بحاجة مش مليحة، دعوة مظلوم تفسد لي كامل حياتي. لما يعلم الله انك تعبت من هذيك الطريق لانها متعبه، وما تكذبش وما نكذبش متعبه. شفت الضحكات مزيفه، شفت هذيك الصراخ واللعب والقسره مزيفه، ماشي هذه الطريق. رد بالك انت واش دالك ابليس قلب لك، قال لك الطريق المليحه اللي تضحكك وتقصرك كذا ازهى الموت كاينه ازهى. كيف تزهى طريق الزهى وعبك وراه علاقه غير شرعيه، سهره في خمر، ادمان، كلام فاحش، أشياء كثيرة. إياك إياك أن يضحك عليك إبليس. إذن الآن أنا الآن لازم نصحح المفهوم، وشن هو؟ أن طريق تاع ربي هي السعادة. ربي قالنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إحنا نقولوا لربي رانا حيين لبس علينا نأكلوا وشربوا، لا لا يقولنا ركم عايشين مش حيين، لأن العايش هذاك ليه عايش هكذا، هذاك إنسان وعايش، الكفار عايشين. قال ربي عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أو عايش بصح معيشة ضنكا. بصح شوف الحياة، الحياة وشن هي؟ تعيش بقلبك. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم دين تاعكم، إذا ربي دعاكم الدين تاعه واستجبتوا يحييكم تولي حي. أحييناه أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا حييناه. ثم أنا قبل ما نصلي كنت ميت، شحال راح تخساره في حياتي، ميت جوزنا ميت، بصح كنت ناكل ونشرب كنت ميت، كنت نلعب درت رياضه جبت شحال من تيترك كنت ميت، مازال ما حييت شعبك، كنت عايش الحياه البهيميه برك. ربي يرفع مقامك عنها. الان دوك انت باش تولي حي وتدخل في الحياه الادميه كرمك الله بالعقل، فكرت انت وقلت انا صح هذه ماشي طريق خويا، الطريق اللي رانا فيها ما تخرجناش، نعاودوا نولوا ونحكموا الطريق المستقيم. كي نبداو نحكموا طريق المستقيم نبداو نخدموا الصالحات، نبداو ريكتيفيو، نبداو نسقموا. تما يقولنا ربي هنا بديتوا تحياو، قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. هنا بدينا نقيسوا الحياه المليحه، تعيشها والله غير تعيشها. وعد من الله انك اذا استقمت على الطريق المستقيم والله غير تعيش حياة طيبة. مهما كان حالك فقر أو غنى، تكون مريض، تكون مسافر في غربة في أي مكان، تعيش حياة طيبة. شوف الناس كي توبوا كي تسقموا وجهه يتبدل، وجهه كما قال ابن عباس إن للطاعة نورا على الوجه، يقول الإنسان منور ما شاء الله. يعني مهما كان حال هذا الإنسان، لأن الله عز وجل أحيا قلبه وحري به أن يتبشبش وجهه ويتنور ويقول الإنسان ذا واجهة نيرة ما شاء الله وضيئة.